برضو واحدة من ما اتفق عليه في الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري انه الاطراف اللي تمت دعوتها في اجتماع اليوم وامتنعت عن الحضور تم تشكيل لجنة للتواصل مع هذه الاطراف. نحن نرغب حقيقة بان تكون هذه الاطراف يعني جزء من العملية السياسية وجزء من الاتفاق النهائي، وهذه اللجنة كلفت للتواصل معهم لكي ينضموا للجنة الصياغة، ولكن لجنة الصياغة ستواصل أعمالها بصورة عادية من أجل الإيفاء بالمواقيت التي وضعناها للوصول للاتفاق النهائي. يعني كل الأطراف يعني اتفقت على مسألة رئيسية، إننا نحن نخد جهدنا كله أنه نصل للاتفاق النهائي يوم 1 أبريل ونوقع يوم 1 أبريل، استشعارا منا يعني الأوضاع الموجودة في البلاد والرغبة الشعبية الكبيرة في أنه يعني يوضع حد يعني الحالة الحالية وأنه يكون في حكومة مدنية. عشان كده الناس كلها اتفقت أنها تعمل جهدها كله بأنه يصل الاتفاق خلال 1 أبريل، ويعملوا أنه ما في أي عقبة من العقبات تأخر الناس من الوصول لذلك.